في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، لم تجد تونس غير الشقيقة ليبيا للخروج من وضعها المأزوم. وأمام من يروج لحاجة تونس لست مليارات دولار لموازنتها، اعتبر متتبعون للشأن التونسي المبلغ مبالغ فيه. تونس تحتاج من صندوق النقد الدولي إلى 4 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن أن تطلب من ليبيا هذا المبلغ، يعني مبلغ 6 مليارات دولار. إذن يعني هذا المبلغ الذي وقع الحديث عنه غير سليم تماما، إنما ربما نتحدث عن 6 مليارات دينار، على اعتبار أن ثمة وعود من الحكومة الليبية بتخصيص وديعة على قسمين قيمتها أو جملتها توازي 6 مليارات دينار. إذا نتحدث عن 6 مليارات دينار وليس 6 مليارات دولار. ليبيا، وبعد بروز مؤشرات باسترجاع عافيتها سياسيا وعسكريا وعودة قطاع النفط للإنتاج بمستويات تجاوزت 1 مليون برميل يوميا، جعل العديد من الدول تتهافت على تقسيم الكعكة الليبية، ولم تنل منها تونس غير الفتات. نحن ندرك أن ثمة اتفاق سياسي هش في ليبيا وقع برعاية القوى الدولية المتداخلة في ليبيا. فرنسا مثلا سوف تتولى بناء المطارات، ألمانيا أخذت تقريبا سوق الطاقة المتجددة، يعني روسيا أخذت جانب تدريب و تمويل الجيش الليبي، تركيا أحوذت على تقريبا عمليات إعادة الأعمار. وبالتالي ماذا يبقى لتونس من نصيب إعادة الأعمار؟ نحن نتحدث هنا عن الفتات. إعادة إعمار ليبيا الجريحة بعد خروجها من عنق الأزمة السياسية والأمنية يحقق بشكل أو بآخر مصالح تونس، إذ يفتح المجال أمام شركات المناولة ويساهم في تقليص نسبة البطالة الحادة التي تجاوزت عتبة 18%. فقبل الحرب الأهلية التي كانت دائرة فيها، شغلت ليبيا ما يربو عن 1 مليون تونسي.